وليه هو البوستير فوسا معمول لوحده؟ لأن ليه طريقة في الأناتومي وطريقة في الباثولوجي، ولو اتضم على الجماعة اللي فوق بيعمل مشاكل كتير، لكن لما بيتفصل لوحده بيبقى لطيف شوية. وأيام زمان في العصر الحجري كان في رسائل بتتعمل بس على البوستيريور فوسا، أو حاجات على السيريبيلم لوحده، أو حاجات على البرين ستيم وهكذا. فالنهاردة هنتكلم على البوستيريور فوسا اللي هو انفراتنتوريال باثولوجي، اللي هو فيما يخص البرين ستيم والسيريبيلم. هنا هو مش هنتكلم بقى زي ما مشينا سيستماتيك، لكن هنتكلم بالاناتوميك سيتويشنز، والحكايه دي مهمه جدا بالنسبه لنا في الهيدن دينيك. الهيدن دينيك مشكله عويصه الشأن، وفيها مشاكل كتير جدا 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 ما تعرفش تسلك فيها الا بالاناتومي. فبتحط الليجن في اناتومي وبعدين تقول الديفرنشال دايجنوز، فدي هنسلك فيها مسلك كويس ان شاء الله لما نيجي نتكلم في الهيدن دينيك. ويمكن ديت بداية مش بطالة للكلام بهذه الطريقة. احنا عندنا في البوستير فوصة 4 اماكن. المكان الاولاني هو الفورس فنتريكل، المكان الثاني هو البرين ستيم، المكان الثالث هو السيريبيلم، والمكان الرابع هو السيريبيلو بونتاين انجل، اللي هي الليجنز اللي بتطلع in the cerebellobontine angle. لو كان في ليجن in the posterior fossa حطه في واحد من الأماكن دهيت، وبعدين كل ما كان فيه 3 ليجنز بالكتير، وبالتالي تقدر تفرقهم من بعض. نبتدي الأول بالمكان الأولاني وهو اللاند مارك بتاعت البوستيريور فوسا اللي هو ذا فورس فنتريكل. والفورس فنتريكل بيطلع فيه حاجتين مهمين وشوية حاجات سفيفين. الحاجة المهمة الأولانية هي الإبنديموما، والحاجة التانية هي المدالوبلاستوم. والإبنديموما لو احنا اتكلمنا عليها في الانترافنتريكولار تيومرز قلنا إن هي تمثل تقريبا 9% of the intracranial gliomas، وإن هي طبقا لل WHO classification grade 2 أو 3، وإن هي تمثل 10% of the pediatric brain tumors. وإن قلنا إن الإبنديموما في الفورس فنتريكل في الأطفال مشهور جدا، في حين إن الكرايد بليكسس بابيلوما في الأطفال في اللاترال فنتريكل مشهور جدا، وإن لما السن يتعكس المكان يتعكس، يعني في الأدلتس الكرايد موجودة تحت والإبنديموما موجودة فوق. وقلنا كمان إن الإبنديموما هي أكتر واحد على الإطلاق ميد لاين بوستيرير فوسا ليجن فيه كالسيوم. فالكالسيوم في الإبنديموما بيمثل حوالي 40 إلى 50% من الحالات، يعني نص الحالات تقريبا فيها كالسيفيكيشن. وكمان ذكرنا ان البروجنوزيس بتاع الابنديموما لان بتطلع في اماكن كتيره، اوحش واحد فيهم هو الابنديموما بتطلع في البوستير الفصه، واقل منها اللي بتطلع فوق اللي سوبرا تنتوريال، وبعدين انتروميدالري، وبعدين ابنديموما اوف ذا فايلم تيرمينال. الاثنين الاخرانيين دول هناخدهم ان شاء الله في الموديول بتاع السباين. الابنديموما is a midline posterior fossa lesion centered to the fourth ventricle، منشن على المكان اللي فيه الفورث ventricle. والليجن دوت بياخد صبغه، والصبغه ممكن تكون هوموجينس او هيتروجينس. يعني هنا ما بيفرقش معانا مين الهوموجينس ومين الهيتروجينس، بيفرق معانا المكان، المكان موجود في انهي حته بالظبط. بما انه متسنتر على الفورس فنتركل فبيقفله، وبالتالي بيحصل ان السوبرا تنتوريال فنتركلز بتبقى دايليتد، وبيكون في سوبرا تنتوريال اوبستراكتيف هيدروكيفلس. And this is an example of an ependymoma متسنتر على الفورس فنتركل، وده جزء بسيط من الفورس فنتركل باين، وبعدين the سوبرا تنتوريال فنتركلز ار دايليتد، بما انك شايف ان التمبرال هورنز هنا دايليتد. كالسيوم is one of the dominant features بتاعت الابنديموما، موجود في 40 إلى 50% من الحالات، and is more common than any other posterior fossa lesion بما فيه المينينجيوما وخلافه. يبقى
whenever you see a midline lesion in the posterior fossa centered to the fourth ventricle with a طفل, you think of ependymoma في المقام الأول. الابندايموما عندها ميزة جبارة جدا مش موجودة في أي حد تاني, إنها بتسرح, يعني بتمشي through the foramen. إحنا عارفين إن الفورس فنتريكل ليه ثلاثة فورامينا, اتنين لاترال واحد في النص, فالابندايموما بتخرج through the foramen وممكن تنزل through the الفورامين التاني in the upper part of the spinal canal. عشان كده لما تلاقي حاجة سرحة كده زي دي, او تلاقي حاجه سارحه كده زي هنا, او تلاقي حاجه ماشيه كده بالجنب او ماشيه بالجنب, تعرف ان this is most likely an ependymoma, لان المظله بلصومه ما بتعملش كده, هما الاثنين دولت بيتلخبطوا في بعض دايما. يبقى midline posterior fossa lesion showing calcium, والكالسيوم يبان في الـ CT احسن من الـ MR, وعنده tendency ان هو يسرح through the foramen ويمشي كمان مع CSF. وقلنا احنا ان الابندايموما واحد من اشهر ثلاثة بيمشوا مع السي اس اف, انكلودنج الابندايموما والميدالوبلاستوما وبعض الباينيال تيومرز. Then you see this tumor centered to the fourth ventricle, وبعدين السي اس اف سبيسز فيها نوديولز واخدة صبغة, معناها ان this tumor is metastasizing through the CSF, one of the common features بتاعة الابندايموما. احنا ذكرنا برضو ان الابندايموما بيكون فيها سيستيك كومبوننت, والسيستيك كومبوننت الانسيدنس بتاعه مش كبير, حوالي 15% من الحالات. لكن واحده من الساينز الكويسه قوي في الابندايموما اللي ممكن ما تكونش موجوده في الكتب لكن بنلاحظها كتير قوي عند كلينيكال براكتس, اللي هو الساجيتال بتاع الام ار. الساجيتال بتاع الام ار لما تشوف فيه الابندايموما تلاقيها مالية الفورس فنتركل من أوله لآخره, في حين لما نتكلم على الميدالوبلاستوما ليها منظر مختلف عن كده شوية, لأن الابندايموما زي أي تيومر في الام ار بتبقى لو سيجنال في التي 1 هاي سيجنال في التي 2 وفي الفلير, ولو حقنتها صبغة بتعمل يا إما هوموجينس يا إما هيتروجينس كونتراست انهانسمنت. اند ان ذا ساجيتال فيو بتلاقي الابندايموما بتملى تقريبا الحيز كله بتاع الفورس فنتركل. بعد كده عندنا مجموعه من التيومرز اسمها بريميتيف نيورو ابيثيليال تيومرز, اللي هم اللي بيسموهم البنت, ودولت عباره عن جروب ما تعرفش تفرقهم من بعض حتى بالهيستولوجي, لان كلهم ليهم نفس البيكتشر بالهيستولوجي, وعشان كده ما بيقدروش يوصلوا الى السيل تايب بتاعت واحد منهم, وهم كلهم شبه بعض في الابيرنس. النيورو الميدالوبلاستوما هو الممثل بتاعهم, والريتينوبلاستوما في الاوربت, والابندايموبلاستوما وميدالو ايبيثيليوما وسيريبيلر نيوروبلاستوما. احنا في الغالب ما بنعرفش نشخص الكلام دوت من الاشعه, ولكنه بيتشخص بالهيستولوجي, وهم كلهم شبه بعض, والنتيجة بتكون ان this is a primitive neuro ectodermal tumor. على حسب المكان ممكن ترجح واحد من واحد, والاثنين دول بس هم اللي تعرفهم, اللي هم الميدالوبلاستوما والريتروبلاستوما being inside the globe. And this is the appearance of the tumor, which is usually located في سن صغير زيه زي الميدالوبلاستوما لانها واحد من الجماعة دول. والتيومر دوت واحد من التيومرز اللي جوه السي ان اس وبتعمل ميتاستاسيز اوتسايد ذا سي ان اس. ولعلك تذكر ان في واحد جبنا سيرته المره اللي فاتت, وقلنا برضو ان هو من الحاجات اللي بتعمل اكسترا سي ان اس ميتاستاسيز, وكان اسمه ذا جلايوساركوما. ايه مش فاكرين ولا ايه؟ نادي الواحد ما عليه. طيب and this tumor is homogeneously enhanced, لكن ممكن يكون في cystic changes, ممكن يكون في كالسيوم, وممكن يكون متلحلح شوية بعيد عن الفورس فنتركل. الميدالوبلاستوما زي الابندايموما تقريبا بالظبط تقريبا, وعشان كده الأخفنة جامدة جدا ما بين الاتنين دول, لكن الانسيدنس والميدالوبلاستوما أقل شوية من ناحية
وجودها في البرين تيومرز، لكن اعلى من ناحيه وجودها في البيدياتريك ايج جروب. والايج انسيدنس بتاع المدلب للصومة اقل شويه من الابندايموم، يعني 5 7 سنين، التاني 10 15 سنه. المدلوبلاستوما بتطلع من هذا المكان اللي هو the roof of the fourth ventricle، the roof of the fourth ventricle، وبالتالي لما تكبر تملس تدخل على السيربيلم وتدخل برضو على المين، على الفورث فنتركل. then if you look to the tumor by CT by MRI then you see a lesion which is also centered to the fourth ventricle وعامل supratentorial obstructive hydrocephalus. ايام زمان كنت انا بقول لما تلاقي جزء من الفورس فنتريكل عامل زي الكاب او البرنيطه على التيومر من قدام يبقى ده غالبا مدلو بلاستوم، لكن لما ما تشوفش حاجه من الفورس فنتريكل تقريبا يبقى غالبا ابندايموما، والكلام ده طلع مش صحيح. لكن دلوقتي في ساين تانية مش بطاله، عاوزك تعرف بس ان الكالسيوم في الابندايموما 40 ل 50%، it's very common، لكن الكالسيوم في المدلوبلاستوما حوالي 15% less common. لكن الابندايموما والمدلوبلاستوما هما الاثنين بيعملوا سي اس اف سيدلينج، وهما الاثنين بيمشوا مع السي اس اف. في الام ار اي في الساجيتال ايمج، واحده من العلامات الكويسه في صالح المدلوبلاستوما ان اعلى حته من الفورس فنتريكل بتكون فاضيه، لكن في حين ان الابندايموما بتكون ماليه الفورس فنتركل من اوله لاخره بما فيه القبه اللي فوق، الحته اللي فوق. And this is the difference. This is ابندايموما and this is medulloblastoma. المدلوبلاستوما ما بتملاش الحته دي في الغالب، لكن الابندايموما بتملى الفورس فنتركل من اوله الى اخره. وديت واحده من العلامات الضئيله جدا اللي هي بتفرق ما بين الاثنين، إذا حطيت معاها الـ age incidence وتحط معاها كمان the presence of calcium. لكن cystic changes in the medulloblastoma زيها زي cystic changes in the ependymoma. ولكن في sagittal image، وديت حاجة مش موجودة في الكتب ومش معترف بيها لحد دلوقتي وأنا اللي مخترعها، إنك أنت لما تبص على الـ upper part of the fourth ventricle then you can see إن الـ upper part ده مش مليان بالتيومر and this is في صالح المدلوبلاستوما وليس في صالح الابندايموما. And the incidence of calcium in the medulloblastoma is less than the ابندايموما، وعشان كده ممكن تلاقي مدلوبلاستوما من غير كالسيوم اكتر من الموضوع بتاع الابندايموما من غير كالسيوم. يبقى انت عندك كام واحد في الحته ديت؟ هما ثلاثه، وفي حقيقه الامر هما اثنين. Whenever you see a midline posterior fossa lesion centered to the fourth ventricle, then you know واحد من اثنين، يا اما ابندايموما يا اما مدلوبلاستوما. تشوف الايدج انسيدنس، لو كان ناحيه 5 6 7 سنين يبقى مدلو، لو كان 10 15 سنه يبقى ابندايموما. If it contains calcium في صالح الابندايموما، if it contains cystic changes الاثنين زي بعض، CSF seedling الاثنين زي بعض. And very frequently لما بيجي لنا حالة كده بنكتب إن في midline posterior fossa lesion وحجمه كذا وصفاته وكذا كذا كذا كذا، diagnostic possibilities include medulloblastoma and ependymoma. ما بنقدرش نفصل ما بين الاتنين يعني بالقطع، ولكن هو الجراح بيكتفي منك بهذا الموضوع، هما الاتنين will be removed surgically. نيجي بعد كده للمنطقة رقم اتنين وهي the cerebellar pontine angle. السيريبيلو بونتاين انجل فيها اشهر حاجة على الاطلاق الاكوستيك نيروما، وبعدين المننجيوما، وبعدين الابيديرمويد سيست. فاكرين طبعا ان الابيديرمويد سيست مكانه الرئيسي at the cerebellar pontine angle. الليجنز اللي هتطلع in the cerebellar pontine angle ممكن تكون جوه البرين وممكن تكون بره البرين. لو كانت جوه بره البرين هتوسع السيسترن اللي على ناحيتها، يعني دي بيسموها اكسترا اكزيال ليجن. لو كانت جوه البرين هتضيق السيسترن اللي ناحيتها، لان البرين بيتنفش وبينكروتش على السيسترن اللي ناحيتها. And this is very important، لان لو كانت اكسترا اكزيال هيبقى واحد من الثلاثة اللي احنا قلناهم، يا اما اكوستيك نيروما يا اما مننجيوما يا اما ابيدرمايد. ولو كان انترا اكزيال هيصير عليه كل الحاجات اللي بتحصل في البرين وسابق ذكرها،
يعني ينفع يكون هيموريج وانفاركشن وقول زي ما انت عاوز، كل الحاجات اللي بتحصل في البرين تيشو ممكن تحصل في هذا المكان. And this is an example of pontine infarction. والبونتاين انفاركشن دوت عامل سويلنج اوف ذا برين ستيم وضيق السيسترن اللي على ناحيته. اما ده هوت السيريبيلو بونتاين انجل ليجن سواء من انجيوما او اكوستيك نيروما على حسب ما يطلع، وموسع الايه السيسترن اللي ناحيته لانه بطط البرين ودخله لجوه علشان هو از اوتسايد ذا برين. And this is another example by MRI. This is an extra axial lesion with widening of the ipsilateral cistern. And this is an intra-axial lesion with narrowing of the ipsilateral cistern. فأنت قبل ما تطب في الحاجات دهيت which is very important لابد انك تبص على السيستيرن الاول فتعرف اذا كان دوت جوه البرين ولا بره البرين. جوه البرين هنقوله دلوقتي وبره البرين هم الثلاثه اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هم الاكوستيك نيروما والمننجيوما والابيدرمويد. واضح ان الاكوستيك نيروما والمننجيوما بياخدوا صبغه والابيدرمويد ما بياخدش صبغه. اذا لو في ليجن موجود في السيريبيلو بونتاين انجل واخد صبغه فانت واحد من اثنين، يا اما يكون مننجيوما يا اما يكون اكوستيك نيروما. المننجيوما 4% والاكوستيك نيروما 90%. يبقى ايه؟ يبقى اي سيريبيلو بونتاين انجل ليجن اول حاجه تفكر فيها ان هو يكون اكوستيك نيروما، بالذات لو كان هو داخل انسايد ذا انترنال اوديتوري كانال. يبقى انت دلوقتي يو ار شور اباوت دي دايجنوز. ايام زمان في العصر الاغريقي ما كانش عندنا ام ار، فكان التشخيص كله بالسي تي. كنا بنجيب المريض وده حاله من الحالات المشهوره، واحد عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس على الناحيه اليمين، السي تي بتاعه زي ما حضراتكم شايفين كده، الانترنال ديتي كانال على الناحيه دي فيها سي اس اف which is حاجه طبيعيه، والانترنال ديتي كانال الناحيه دي مسدود بحاجه انهانسنج. And a lesion inside the internal canal is highly suggestive of acoustic neuron. كان زمان بنعمل ايه بقى؟ بنجيب المريض ونقعده على الترابيزه وندخل ابره لمبر بانكشر في ظهره ونخرج شويه سي اس اف ونحن هواء، وبعدين ننيم المريض على الجنب اللي مش بيوجعه بحيث ان الجنب اللي فيه الديزيز يكون لفوق عشان الهواء يطلع لفوق، وبعدين نعمل سي تي. الطبيعي ان الهواء مع السي اس اف يخش انسايد ذا انترنال ديتي كانال. اللي مش طبيعي ان السي اس اف الهواء ما يعرفش يخش جوه الانترنال ديتي كانال نظرا لوجود التيومر. وفي هذا يستتب التشخيص اللي هو ايه؟ انترا كاناليكولار اكوستيك نيرون. ملناش دعوه بقى المريض جاله صداع 20 يوم بعد كده او حصل له ايه، دي مش قضيه، المهم ان احنا وصلنا الى هذا التشخيص. دلوقتي طبعا بطل هذا الكلام، لكن ممكن انت في الامتحان يسالوك على الحاجات الهيروغليفيه ديت ويقول لك بيتعمل ازاي وبينام على انهي جنب وايه الفكره ومش الفكره، فبرضه تبقى بقى عندك ايه خلفيه عن التاريخ. And this is MRI post contrast سواء اكزيال او كورونال، then you see the tumor inside the internal canal واخد صبغه زي ما حضراتكم شايفين. ومهما كان حجم التيومر ان يو كان اليسيت، يعني شايف هنا الليجن في التي 1 غير صبغه والليجن في التي 1 بوست كونتراست وهو واخد سوا. انت عارف طبعا الانترنال ديتري كانال، وهنقول الكلام ده في البترس يحييكم ربنا ان شاء الله، فيها خمسه نيرفات ماشيين جوه الانترنال ديتري كانال، اثنين فيستيبيلر واحد كوكلر واحد سيمنس نيرف واحد جريتر بتروزن، يعني خمسه. لكن بما ان الاكوستيك نيروما 90% يبقى النيرومز الثانيه ار ما هماش في نفس الانسيدنس. عشان كده كل لما تلاقي ليجن انهانسنج انسايد ذا انترنال كانال يو نو ذات ذيس از اكوستيك نيروما، وما ينفعش يكون من الفيشال وما ينفعش يكون معرفش ايه والكلام التاني دوت. ليه؟ لان الاكوستيك نيروما از فار 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 كومن عن بقيه الحاجات التانيه. المشكله في الاكوستيك نيروما لما تكون صغيره ما ينفعش تكتشفها من غير سبب، عشان كده ذا ترند بتاع الام ار في البترس لازم يكون في سبب، ما ينفعش يكون من غير. ليه؟ لان الاكوستيك نيروما شبه السي اس اف في التي 1 وفي التي 2. فلو انت بصيت هنا على انتدي كانال الناحيتين تفتكر الاكوستيك نيروما في انهي ناحيه؟ فين؟ الشمال، صح؟ طيب. And this is the flare
الفلير ميزته كويسه قوي، لان الفلير بيطلع سي اس اف اسود وبيطلع تيومر ابيض، ان يو سي ديليجن اهوت ان يو سي بوست كونتراست هذا الموضوع. بس احنا في البروتوكول بتاع البترس زي ما هنقول الفلير مش جزء من البروتوكول، الجزء الاساسي في البروتوكول لازم يكون فيه لازم يكون فيه سبب. لان اكوستيك نيروما باعتبارها واحده من انتوا عارفين طبعا ان النيرومز بصفه عامه بتنقسم الى قسمين كبار اللي هما نيوروفايبروما وشوانوما، وان الشوانومز بصفه عامه بيكون الانسيدنس اوف سيستيك كومبوننت فيها اعلى بكتير من النيوروفايبروما العاديه، لدرجه ان ممكن الشوانوما كلها تكون ان ذا فورم اوف سيست، ويكون يا دوبك بس الجدار بتاعها هو اللي واخد سبب. Then you look here and this is a cerebellopontine angle lesion. جزء منه is homogeneous enhanced وجزء منه cystic component and this lesion is extending inside the internal beauty canal diagnostic of acoustic neuroma. And whenever the acoustic neuroma is bilateral, then you are dealing with the neurofibromatosis type 2. Neurofibromatosis type 1 اللي هو الحاجات اللي في الجلد وخلافه، لكن تيومرز اللي هو بايلاترال اكوستيك نيروما، مينينجيوما، جلايوما اوبتيك نيرف، كل الكلام ده ان الجلايوما اوبتيك نيرف تبع النيوروفايبروماتوزس تايب 1، لكن بايلاترال اكوستيك نيروما تبع النيوروفايبروماتوزس تايب 2. And this is an example by CT bone window and you see the internal canals و the tumor is centered to the mouth of the internal canal. ايام زمان برضو ما كانش حيلتنا الام ار، كنا نقعد بقى نعمل خطوط وزوايا ونشوف اذا كان اكبر حته في التيومر قصاد الماوس بتاع الانترنال ديتي كانال، يبقى معنى كده ان ديس ليجن از اكوستيك نيرون. اما لو كانت اكبر حته في التيومر فوق او تحت عن الانترنال ديتي كانال، يبقى غالبا مش اكوستيك نيرون ويكون في الغالب مننجيوم. هذا كلام كان لما يكون الاكوستيك نيروما مش انسايد ذا انترنال كانال، يعني مش داخله انسايد ذا انترنال كانال. وفي طبعا نوع من الاكوستيك نيروما بيطلع بره في السيريبيلو بونتاين انجل اللي هو اكسترا كانليكولار اكوستيك نيروما من غير انترا كانليكولار اكستنشن. فكانت العلامه ديت احد الحاجات اللي هي بتساعدنا في التشخيص. لكن بعد الام ار الموضوع بقى سهل، لانك انت you can see the intracanalicular component بطريقه ابسط بكتير. And this is T1, the tumor is low signal, the high signal في T2, and after contrast and you see intracanalicular extension of the lesion. And this is also an acoustic neuroma, this is flare, and this is T2, and this is T1 post contrast, and you see the extension of the tumor inside the internal duty canal. زي ما قلت ان الشوانوما عندها تندنسي على بكتير من النيوروفايبروما انها تكون سيستيك، ان ممكن التيومر كله يكون سيستيك، لكن مازال يتميز عن الابيديرمويد سيست بحاجات كتيره من ضمنها الانهانسمنت اوف ذا مارجن. Then you see a lesion هنا شكله سيستيك كده مسود شويه، and after contrast then you see marginal enhancement with extension inside the internal canal اللي هي باينه في البون ويندو اوسع بشويه من الناحيه الثانيه. Then you suspect that this is schwannoma احسن من تشخيص النيوروفايبروم. And this is schwannoma because of the cystic component. This is T2 and the cystic component هيكون ابيض مليان فلويد. And this is T1 post contrast and the solid component is enhancing and the cystic component is not enhancing. نفس الحكايه هنا most of the lesion is cystic ولكن دوت ما ينفعش يكون epidermoid cyst because of the enhancing septation اللي جوه the lesion. epidermoid cyst في الغالب ما عندوش septations وفي الغالب ما عندوش enhancement. then any solid component that shows contrast enhancement بيخرج الموضوع من ال epidermoid الى ال cystic schwannoma. And this is an extra axial lesion because of the widening of the ipsilateral cistern at the cerebellopontine angle. ينفع يكون acoustic neuroma، ينفع يكون meningioma. لو حد خيرك في الصورتين دولت بس من غير ما تشوف الانترديتي كانال، تختار الاكوستيك نيروما لان هي is far 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 common في cerebellopontine angle. الاكوستيك نيروما 90%
والمننجيوما 4 إلى 5%، at the cerebellopontine angle region. Then if you can see the internodental canal وشفت ان التيومر is not extending inside the internodental canal and the main bulk of the lesion is above the level of the internodental canal, then you have the chance to diagnose in this lesion is meningioma وليس acoustic neuroma. Keeping in mind that this lesion may represent an extracanalicular acoustic neuroma, وفي الوقت دوت مضطر انك انت تلاحظ ان the main bulk of the lesion is centered to the mouth of the internodental canal لانه طالع اصلا من النيرف اللي داخل inside the internodental canal. في حين ان المننجيوما ملهاش علاقه بالانترنال كانال، هي طالعه من المننجيز اللي هي سواء التنتوريوم او الحاجات اللي لايننج ذا بيتروس بون. في بعض الاحيان المننجيوما بتتلخبط مع حاجه مشهوره جدا اللي هو انيوريزم اوف ذا تيب اوف ذا بازلر ارتري. زي ما هنقول في المحاضره اللي جايه على طول ان الانيوريزم اوف ذا تيب اوف ذا بازلر ارتري يمثل 50% من الانيوريزمات اللي بتطلع في البوستيريور فوس، وبالتالي هو از كومن. بقيه الانيوريزمز الثانيه بتطلع في حتت متفرقه، لكن اشهر واحد واكثر واحد انيوريزم ات ذا تيب اوف ذا بازلر ارتري. ولو انت حقنت صبغه الانيوريزم بيعمل هوموجينس انهانسمنت طالما ما عندوش ثرومبوزس، والمننجيوما برضو بتعمل هوموجينس انهانسمنت، لكن الفرق الجبار هو وجود البازلر ارتري جنب المننجيوما والبازلر ارتري مش موجود جنب الانيوريزم، لان الانيوريزم اصلا طالع من البازلر ارتري نفسه. Then this is an example of meningioma at the cerebellopontine angle. This is T1 and this is T2 and this is T1 post contrast. And you see the main bulk of the lesion is far away from the level of the internal artery canal, and this is the level of the internal artery canal where the tumor is not extending inside the internal artery canal. And this is also a meningioma. والأكوستيك نيروما بتعمل نفس الموضوع. It can extend in the supracellular area and in the paracellular area above the tentorium. This is T1 intermediate signal, T2 relative high signal, and homogeneous post contrast enhancement. وطبعا كل المننجيوماز الكالسيوم معروف، والديورال تيل والبون سكليروزس، كل الفيتشرز المعروفه في المننجيوما كان بي سين في الحتت دي. Then you came to the epidermoid cyst. واحنا قلنا بيمثل 2% من البرين ماسز، في حين ان الاراكنويد 1%، وان هو هايبودنس ليجن في السي تي ويحتوي على ميه تشبه السي اس اف. ومن اشهر الحاجات اللي في الابيدرمويد ده لوبيوليتد مارش. المارجن بتاعت الابيدرمويد از لوبيوليتد وعنده كريبنج فيتشرز، بيسرح ويطلع فوق ويروح ويجي وكده، على عكس الاراكنويد. الاراكنويد عنده سموز سيرفيس وما عندوش كريبنج فيتشرز. الابيدرمويد كان شو كالسيوم لكنه مش بينهانس. الابيدرمويد ممكن الجدار بتاعه يكون فيه كالسيفيكيشن، لكنه لو حقنته صبغه ما ياخدش صبغه. والام ار يعتبر فصل ما بين الابيدرمويد واي حاجه تانية ممكن تبقى موجوده في السيريبيلوبونتاين انجل، اللي احتمال تتلخبط في الابيدرمويد زي الايه السيستيك شوانو. فانت عندك في الام ار في التي 1 ذا ليجن از لو سيجنال، في التي 2 هاي سيجنال، بوست كونتراست ما بياخدش صبغه، في الفلير ذا ليجن از نوت زي السي اس اف، يعني بيكون رصاصي مختلف شويه عن الـ CSF. اما لو عملت ديفيوجن فبيحصل ديفيوجن ريستريكشن، في حين ان التيومرز ما بتعملش ديفيوجن ريستريكشن، بيبقى عندها ديفيوجن فري. فلو انت يو ار سسبكتنج ان دوت ازلا ربما يكون سيستيك شوانوما، فالديفيوجن واحد من الحاجات الكويسه للتفرقه ما بين الاثنين. وممكن ابيدرمويد سيست يكون سفيف بحيث انك انت ما تلحظوش خالص في الفحوصات العاديه، يعني هنا كل الباين ان السيريبيلوبونتاين انجل سيسترني دي اوسع من اللي جنبها، وده ممكن يحصل لو العيان بس كان ملوي شويه وهو بيتصور. And in the T2 weighted image نفس الحكايه، وفي الصبغه مش هياخد صبغه فهيبان زي السي اس اف بالظبط، لكن في الديفيوجن and this is an epidermoid cyst because of the restricted diffusion.
ان if you look to a lesion like this اللي هو موجود سيريبيلو بونتاين وسرح كمان طلع in the supratentorial area. In the T1 the lesion is black, in the T2 the lesion is bright, and this is an old image كان اسمها بروتون density image. البروتون density image بتطلع ال CSF رصاصي ولا هو ابيض ولا اسود, وبتطلع غير ال CSF ابيض, يعني بتطلع اي حاجه مش CSF بتطلع لونها ابيض. فلما كنا بنعمل البروتون density ونلاقي ان ال contents of the lesion شبه ال contents of the ventricles, فبنعرف ان this is arachnoid cyst وليس epidermoid cyst. وانا I have mentioned ان الجماعه دولت كل واحد منهم ليه مكان باسمه, لكن مفيش مانع ابدا ان اي واحد يغير المكان بتاعه, كان يكون الاراكنايد سيست سيريبيلو بونتاين وكان يكون الابيدرمويد سيست في مكانه جنب الجريتر وينج اوف ذا سفينوي. Then we came to the cerebellar lesions, the lesions اللي بتطلع inside the cerebellum زي the lesions اللي بتطلع inside the cerebrum. كل الحاجات اللي احنا قلناها فوق تنفع تحصل تحت, بداية من الهيموريج إلى الإنفاركشن إلى الإنفكشن إلى التيومرز, كل الكلام دوت ممكن يبقى موجود. وذكرنا طبعا والكالسيفيكيشن والسيستس وخلافه. فدولت بس مجرد أمثلة للحاجات اللي أنت ممكن تشوفها in the posterior fossa. And this is cerebellar hemorrhage, وهذا الهيموريج دخل inside the fourth ventricle. زي الهيموريج اللي فوق ما بيخش inside the lateral ventricle. And you should know in the cerebellum is the second most common site for hypertensive bleeding بعد temporoparietal area. يعني لو واحد هيجيله نزيف في البرين من الهايبرتنشن والديابيتس, يبقى رقم واحد temporoparietal, رقم اثنين the cerebellum. And you remember منظر الهيموريج by MRI, CT بيطلع الهيموريج ابيض والام ار بيطلع الهيموريج الرصاصي في التي 1 واسود في التي 2. لكن لما الهيموريج يبيض في التي 1 ويفضل اسود في التي 2 فدوت كان اسمه ايرلي سب اكيوت بلاد انتراسيلولار ميتهيموجلوبين. وبالتالي هذه الهيماتوما از ميكتشر ما بين الاكيوت بلاد والايرلي سب اكيوت بلاد. And this is subacute hemorrhage اللي هو ابيض في التي 1 ما عدا حته خفيفه قوي لسه in the acute phase, وابيض كمان في التي 2 و surrounded by a rim of hemocytic. زمان قوي في العصر الاغريقي كان في خناقه على كده, مش الحته اللي في النص دهيت is acute blood, والacute blood لازم يكون اسود خفيف في التي 1 اسود قوي في التي 2, لكن هذا الأكيوت بلاد ما ظهرش في التي 2 خالص, وهذا بسبب زي ما احنا قلنا قبل كده البياضة بتاعة السب أكيوت بلاد غطت على السوادة بتاعة الأكيوت بلاد. وده كنت أنا بضرب مثال قبل كده للموضوع دوت, بإنك أنت لو عندك أوضة ضلمة وأوضة فيها لمبة صغيرة, الأوضة اللي فيها لمبة صغيرة هو البلاد اللي هو في التي 1 اللي هو فاتح شوية, والأوضة الضلمة اللي هو البلاد اللي في التي 2 اللي هو ضلمة, صح كده؟ جبت انت كشاف كبير قوي ضخم فخم ورحت حطت واحد في الأوضة دي وواحد في الأوضة دي, في الأوضة الضلمة مش هتشوف الضلمة, صح؟ في الأوضة اللي فيها لمبة صغيرة لسه هتشوف اللمبة الصغيرة, صح ولا ايه؟ بس كده. حد مش فاهم؟ Then the infarctions ممكن تحصل في الـ cerebellum أو في البرين ستيم. والانفاركشنز في السيريبيلم ليهم تو مين تريتوريز, الواحد اللي تحت اللي هو البايكا posterior inferior cerebellar artery, والتاني اللي فوق اللي هو the superior cerebellar artery. لو كان الانفاركشن اللي تحت وصل يعني مش وصل للسيرفس اوف ذا سيريبيلم اللي فوق يبقى بايكا, لو كان فوق يبقى posterior يبقى superior cerebellar artery. And this is bica territory اللي هو low signal في T1 high signal في T2 restricted diffusion زي اي acute infarction احنا جبنا سيرته قبل كده. And this is bica برضو which is common, اكتر واحد بيعمل infarctions في cerebellum هو البايكا posterior inferior cerebellar artery,
لو سيجنال في التي 1، هاي سيجنال في التي 2، اند هاي سيجنال في الفلير. كذلك الانفكشنز، والانفكشنز في السيريبيلم باي حاجه تنفع تحصل، لكن موست كومنلي ذا بكتيريال انفكشن، بالذات الابسيسيز، بالذات الابسيسيز اللي جايه من الودان، وديت هنتكلم عليها برضو ان شاء الله في البتروس، ان الاوتيتس ميديا والكومبليكيشنز بتاعتها بتدخل انسايد ذا برين وتعمل برين ابسيسيز. لكن ذيس ابسيس از بوست سيرجيكال انترفنشن، كان واحد بيشيل هيمانجيوبلاستوما ان ذا سيربيلم وبعدين جاله بوست اوبرتيف سيربيلر ابسيس. الابسس لو كان قريب قوي من البتروس، يعني في السيريبيلو بونتاين انجل ريجن، يبقى غالبا سببه الودان، اند يو لوك كيرفولي في الودن المريض، علشان بتيجي كتير في الامتحانات. سهل عليك قوي انك انت تقول ذيس از ان ابسس، واضح جدا مارجنال انهانسمنت وريجولار سيرفيس كل حاجه، لكن ذا كوز ذيس ابسس از موست لايكلي هيماتوجنس، يعني جاي باي بلاد ستريم. لأن لو كان قريب من هنا in the cerebellobontine angle and you think of the vitreous infection، وتبتدي تبص كويس inside the middle and the mastoid, middle ear and the mastoid. التوبركلوماز جبنا سيرتهم في البرين انفكشن، وهم البطن هول، the classic button hole appearance. If the tuberculoma is calcified بمعنى كده انها healed. لو كانت التوبركلوما مش كالسيفايد وحواليها برين إديما، معنى كده ان هي is active. لما يكون في extra axial collection وليه concave inner margin بيبقى subdural، لو كان ليه convex inner margin بيبقى epidural. And you remember ان subdural embyema والepidural embyema can also occur in the posterior fossa. And this is a specifying lesion وعامل compression على the fourth ventricle and dilatation of the supratentorial ventricles. And if you look carefully and you see air in this ear and mastoid، والناحية دي مفيش، فغالبا this empyema is secondary to infection of the ear. بعد كده عندنا الحاجات اللي بتطلع، التيومرز اللي بتطلع عند posterior fossa. جبنا سيرة المينينجيوما، وقلنا if you remember ان احنا عندنا ثلاثة enhancing lesions، homogeneously enhancing lesions، اللي هما نمرة واحد المينينجيوما، نمرة اتنين الليمفوما، نمرة تلاتة the hemangiobericytoma. وقلنا ان في كمية ضخمة جدا من الاستروسيتوماز ممكن تبقى موجودة، الحاجة اللي فيها cyst with an enhancing neural module اللي هي البايلوسيتيك استروسيتوما، والحاجات الديفيوز وخلافه، هنجيب سيرتهم دلوقتي. طيب بالنسبه للمينينجيوما، المينينجيوما ان ذا بوستيريور فوسا ممكن تطلع على السيرفيس اوف ذا سيريبيلم، فيبقى اسمها كونفكستي مينينجيوما، وممكن تطلع في السيريبيلو بونتاين انجل، فيبقى اسمها سيريبيلو بونتاين انجل مينينجيوما، وممكن تطلع على السيرفيس اوف ذا تنتوريوم من فوق او من تحت، فيبقى اسمها تنتوريال مينينجيوما. كل دولت بيتحركوا في الرينج بتاع 4 إلى 5% اللي هي المينينجيوما in the posterior fossa. And this is an example of tentorial meningioma, the homogeneously enhanced lesion based to the under surface of the tentorium. وممكن يطلع in the upper surface of the tentorium، بس ساعتها مش هيكون في البوستير فوسا، هيكون في الميدل كرينيال فوسا. And the lymphoma عبارة عن multiple lesions, periventricular, homogeneously enhanced, surrounded by little brain edema, exerting little mass effect. And the lymphoma is very common in the supratentorial area compared to the posterior fossa. قليل قوي لما تلاقي lymphoma in the posterior fossa. لكن ممكن تلاقي lymphoma in the supratentorial area بس من غير affection of the posterior fossa، وممكن تلاقي المنظر دوت. And this is classic appearance of lymphoma in the supratentorial area and in the posterior fossa. وقلنا لما الليمفوما تكون كده يبقى غالبا المريض دوت is immune competent، ولو كانت الليمفوما heterogeneously enhanced والإديمة حواليها كتير، يبقى غالبا البيشن دوت is immune compromised. أشهر تقريبا تيومر على الإطلاق بيطلع عند السيربيلم هو البايلوسيتيك أستروسيتوما، اللي هي cyst with an enhancing neural nodule. وقلنا ان السيست ده ممكن يكون
في سيبتم، وان النوديول تكون على السيبتم او تكون على السيست وول، كل دوت من الحاجات المقبوله. وان البايلوسيتيك استروسيتوما طبقا لل WHO classification is grade 1 one of the low grade astrocytomas، وان الاستروسيتوما عندها شويه استثناءات اللي احنا قلناهم في المره اللي فاتت، كان السيست وول ممكن ياخد صبغه، كان الصبغه ممكن تديفيوز انسايد ذا ليجن وتعمل فلويد ليفل، كان النوديول تكون صغيره او كبيره، وكان يحصل انسايد ذا تيومر هيموريدج. And this is an example, a big cyst with a big enhancing neural nodule impressive of bilocytic astrocytoma. And this is also an example. This is T1 and this is T2, and T1 both contrast, and you see the enhancing neural nodule and the cystic component. وطبعا انت عارف ان البايلوسيتيك استروسيتوما زي البي اكس اي اللي هي بتطلع عند سوبراتنتوريال اريا اسمها بليومورفيك زانسو استروسيتوما، ولكن البليومورفيك از رير ان ذا بوستيريور فوسا، في حين ان البايلوسيتيك از فيري كومن ان ذا بوستيريور فوسا. Then you came to another lesion which is exactly similar to the bilocytic astrocytoma وبيطلع اصلا in the posterior fossa، الا وهو the hemangioblastoma. The hemangioblastoma is واحد من التيومرز الاقل طبعا في الانسيدنس واكبر في السن من البايلوسيتيك استروسيتوما. ومن اسمها كده هوت ان مانجيو، معنى كده ان النوديول اللي في السيست وول از فاسكولار، ولو عملت لها انجيوجرافي هتطلع فيها ايفيدنت فاسكولاريتي. And this is an example. If you see a lesion like this and this is a cyst with a mural nodule، التشخيص اللي يهب في دماغك على طول هو بايلوسيتيك استروسيتوما، especially if the patient is young، يعني 15 سنه وانت نازل. اما لو كان ادلت اللي هو 30 سنه وكده، مفيش مانع برضه ان يكون عنده بايلوسيتيك استروسيتوما، لكن في الوقت دوت يبقى في دماغك برضه الاحتمال انها تكون هيمانجيو بلاستوما. ان هيمانجيو بلاستوما ده ايدج انسيدنس بتاعها 30 ل 60، يعني حد كبير في السن. It's rare in children and it occurs mainly in the cerebellar hemisphere and sometimes in the spinal cord. ولو حصل كده تبتدي تفكر بقى في الفون هيبل لندو سيندروم اللي هو بيكون فيه مالتيبل هيمانجيو بلاستوما زي ما هنقول بعد شويه. Then if you see a lesion like this which is a cyst with an enhancing neural nodule and you don't know the age of the patient, then you think of bilocytic astrocytoma. And that's سألت في الديفرنشال diagnosis تقول ان this may be a hemangioblastoma. ولا يمكن الاعتماد على degree of enhancement in the post contrast scans، يعني محدش يقول اصل الانهانسمنت دوت بحرقه يبقى هيمانجيوبلاستوم، وان هو ضعيف شويه يبقى بايلوسيتيك. ما عندناش الكلام دوت، لان الانهانسمنت بيعتمد على حاجات كتيره من ضمنها كميه الصبغه اللي انت حملتها والطريقه اللي بتصور بيها. وبالتالي if you see a lesion like this don't say this is a strongly enhancing nodule يبقى انا متعامل مع هيمانجيوبلاستوما. لكن الحاجات اللي بترجح الهيمانجيوبلاستوما على البايلوسيتيك استروسيتوما الايدج، ان الايدج دوت كبير وده صغير، وبعدين التيومر بلاش ان انجيوجرافي. اما لو كان في مالتيبل ليجنز فممكن تنسى موضوع البايلوسيتيك استروسيتوما، لان الهيمانجيوبلاستوما كان بي مالتيبل لكن البايلوسيتيك استروسيتوما لا. يبقى اذا if you see multiple lesions يبقى انت دلوقتي في الهيمانجيو، والهيمانجيوبلاستوما لو هي مالتيبل يبقى انت في السندروم ده اللي هو الفون هيبل لندو سندروم. امتى تشخص الفون هيبل لندو سندروم؟ لما يكون في مالتيبل هيمانجيوبلاستوما، ديت اول واحده، ان ذا سيريبيلم او في السيريبيلم والسباينال كورد الاثنين مع بعض، او يكون واحد عنده هيمانجيوبلاستوما واحده بس في قرايبه عندهم هيمانجيوبلاستوما يبقى فون هيبل، او يكون عنده هيمانجيوبلاستوما واحده بس وعنده فيسيرال تيومرز، يعني بنكرياتيك تيومرز، رينال تيومرز، الحاجات اللي زي كده. يبقى دولت التلات احتمالات اللي انت بتشخص فيهم الفون هيبل لندو، يا اما مالتيبل هيمانجيوبلاستوماز في نفس المريض، يا اما واحده بس وقرايبه عندهم، يا اما واحدة بس وعنده كمان other visceral tumors. And this is an example.
انا اي هاف تو منشن دلوقتي ان الهيمانجيوبلاستوما ممكن السيست بتاعها يكون صغير لدرجه انك ما تشوفوش من النوديول نفسها، لكن بتعرفه ازاي؟ بان في واحده تانية السيست بتاعها والنوديول واضح. لان if you see the cyst and the nodule تعرف ان ديت هيمانجيوبلاستوما and this is another lesion and this is another lesion، ثلاثه ليجنز بس الاثنين التانيين النوديول occupied most of the cyst زي هنا. And you see this السيست باين على خفيف وهنا برضو السيست باين شويه صغيرين، لكن السيست دوت واضح كويس. اما in this patient and you should consider ده هيمانجيوبلاستوما وده هيمانجيوبلاستوما وده طبعا الفورس فنتريك. Multiple hemangioblastomas يساوي von Hippel-Lindau syndrome. Then metastasis can occur in the cerebellum, ولكن 85% of the metastatic deposits occur supratentorial وممكن 15% يحصل inside the cerebellum. تشخيص المتاستاسيس بيعتمد على حاجتين: multiplicity and extensive edema. لو كان في نون برايمري خلاص اتحلت المشكلة، لكن مفيش نون برايمري يبقى multiplicity and extensive edema. And don't expect extensive edema in the posterior fossa، لأن ال posterior fossa is a tight space ما بيسمحش بوجود الإديمة الجبار. وبالتالي لو كان عندك multiple lesions in the cerebellum and you consider metastasis especially if there are other lesions in the supratentorial area. ولكن لو هم بس multiple in the cerebellum ما تتوقعش ان يكون حواليهم برين اديما جامده، لان البوستيريور فوسه ذا تايت سبيس ما بيسمحش بكده. Then if you know that the patient had a known primary malignancy the renal cell carcinoma and you see a lesion in the vermis of the cerebellum then you consider it as metastatic deposit. اما لو لقيت الليجن عامل كده and this is cerebellar hemorrhage من ال CT you consider the diagnosis of cerebellar hemorrhage. لكن في ال MRI انت عارف ان الهيمورج ما بياخدش صبغه ولا ايه؟ صح؟ عارف ولا مش عارف؟ عارف. طيب. And this is الهيمورج اللي هو بيبقى اسود خفيف في التي 1 واسود قوي في التي 2 اللي هو الاكيوت بلاد، صح كده؟ لو حقنت الاكيوت بلاد ما بياخدش صبغه، كون ان هو خد صبغه يبقى ده مش هيمورج، يبقى ده هيمورج ان تيومر، هيمورج ان تيومر. لحد كده كويس قوي، هيمورج ان تيومر. مين التيومرز اللي بتنزف؟ اكبر اثنين مالجنت اللي هم الجلايوبلاستوما مالتي فورم والميتاستاز، صح كده؟ ما تقدرش تشخص دي ميتاستاز وهي لوحدها الا لو كان في نون برايمري، لكن لو كان في واحده ثانيه فوق التنتوريوم يبقى تشخص الايه؟ ان ديس ار هيموراجيك ميتاستاسيس. لما جبنا سيره الكالسيوم قلنا ان احنا عندنا ثلاث انواع من الكالسيوم: بايلاترال سيمتريكال بيزل جانجليا كالسيفيكيشن دايجنوستيك اوف ايديوباثيك فاميليال سودو هايبورورورورو. And you know that one of the basal ganglia is present in the cerebellum اللي هي the dentate nuclei. وبقيه البيزل جانجليا كلها فوق اللي هم the caudate واللينتيفورم والثرس. Then in cases of basal ganglia calcification and you can see calcium in the cerebellum وتبقى نفس التشخيص اللي هو idiopathic familial وخلافه. اما periventricular calcium بتاع الانفكشن ما بيكونش موجود in the cerebellum، وكذلك الجايرال calcification بتاع الستيرج ويبر ما بيكونش موجود in the cerebellum ولكن بيكون موجود in the supratentorial area. اخر منطقه في البوستيريو فوسا هي البرين ستيم، والبرين ستيم جزء من البرين، فبيحصل فيه هيموريدج ويحصل فيه انفاركشن وانفكشن وتيومر وكالسيوم وسيست، كل الحاجات ديت ار اكسبتد ان ذا ريجن اوف ذا برين ستيم. ستارتنج باي هيموريدج ان ذا برين ستيم اند يو سي ذس از سي تي وذاوت كونتراست اند يو سي هيموريدج او هيموراجيك اريا ان ذا بونز سراوندد باي برين ايديما اند كومبريسنج ذا ديفورسمنت. Then you know this is a hemorrhage. بالنسبة للإنفاركشن في البرين ستيم كان في كلام وبعدين الكلام اتغير زي ما هنقول دلوقتي. أنت عارف إن البازلر أرتري ماشي في النص كده وبيطلع برانشات صغيرة على الجنبين. اللي أنا كنت بقوله زمان إن البرين ستيم إنفاركشن بيكون نتيجة انسداد واحد من الجماعة دول. عشان كده بيكون الإنفاركشن صغير وعلى جنب. صغير وعلى جنب. لكن كنت بقول ما ينفعش ان البازلر ارتري يتسد ويكون المريض لسه صاحي.
يعني لو البازل ارتري اتسد الانفاركشن هياخد كل البرين ستيم من اولها لاخرها، صح؟ لكن دلوقتي ثبت ان ممكن البازل ارتري يتسد ويفضل المريض صاحي، خلاص؟ فانت ممكن تتوقع ان الانفاركشن اللي في البرين ستيم ياخد البرين ستيم كلها من اولها، ما يكونش على جنب ولا يكون في النص ولا يكون صغير زي ما انت شايف. لكن ده كلاسيك ابيرنس اللي هو commonly seen in the clinical practice، اللي هو انك انت you see the infarction is on one side of the brainstem، يا اما شمال يا اما يمين، ما بيكونش في الميد لاين، ويكون زي اي infarction اسود في التي 1 وابيض في التي 2 والفلير، ولو عملت له ديفيوجن يعمل ديفيوجن ريستريكشن. And this is an example. كان زمان قوي مستنكر قوي انك انت تشخص دوت infarction، وابتدي تفكر طبعا في البديل وهو الجليوم، لان الجليوما هي اللي بتبقى ديفيوزلي انفلتريتنج كده ده برين ستيم، بالاضافه طبعا للسويلنج والماس افكت اللي هي ممكن تعملها. لكن this ليجن عامل ريستريكتد ديفيوجن، معنى كده ان هو مش تيومر، معنى كده ان هو انفاركشن. And the angiographic image of the same patient, you can see that the basal artery is occluded by thrombus. وطبعا اكيد المريض دوت عايش، والا بيعملوا له ديفيوجن وسيلكتيف انجيوجرافي بوست مورتم، مش معقول يعني يكون دوت لسه صاحي وبيعملوا له الكلام دوت. لان اي هاف سين ا كيس، كنت في مؤتمر في بلد ووروا لنا حاله كان عنده حاجه زي كده، وان دي جو باي انترفنشنال تكنيكس وسلكوا البازل ارتري والمريض نفد وطلع صاحي وكل حاجه. ف منذ ذلك الحين لما شفت الحاله ديت وكده غيرت الكلام اللي انا كنت مخترعه ايام زمان، ان هو الانفاركشن لازم يكون على جنب واحد، وما ينفعش الواحد يكون عايش وعنده بازل ارتري اكلوجن. دلوقتي ينفع يكون عايش وعنده بازل ارتري اكلوجن. من ضمن الحاجات اللي بتحصل ان ذا بوستيريور فوسا كومن اللي هي المالتيبل سكلوز، والمالتيبل سكلوز جبنا سيرته لما اتكلمنا على اللاكينر انفاركشنز، وقلنا ان هو از كلينيكال دايجنوزس، وان هو معتمد على سن المريض اللي هو الفتره ما بين 10 الى 50، والكومن قوي من 20 ل 40 اللي هو السن يعني من 20 ل 40. And it affects mainly the periventricular white matter especially in this area around the corpus callosum، وبتعمل lesions which are low signal in the T1 high in the T2 and the flare perpendicular to the ventricular wall. And some of these lesions can occur in the brain stem and other lesions can also occur in the cerebellum. And the sagittal image دلوقتي if you are suspecting ان في واحد عنده multiple sclerosis تعمل له sagittal T2 والاحسن يكون فلير. الاحسن يكون فلير. And you can see these lesions which are perpendicular to the ventricular wall, they are classic in the sight and in the appearance of the MS. Then you see the lesions which are perpendicular to the ventricle in the region of the corpus callosum and also here in the axial image. This is flare and this is flare bar. If the lesions دولت بيسموهم كده Dawson's fingers، بس انا حاولت اشوف ايه هو الداوسون دوت. غربان لسه الغراب استراليا او حاجه كده. نعم اتفضل. نشوف في حد عميد كليه رئيس القطاع، لكن جيب او حد بيصطاد او سفاري اخطات العنوان. المهم زميلكم بيقول ان داوسون يعني الغراب، بس غربان غربان جمع غراب ولا ايه؟ حد شاف صباع الغراب؟ حد شاف الغراب اصلا؟ دي الوكسه منتشر في كل حته، اي حد بيروح اي نادي يلاقي مجموعه غربان كتير جدا يعني. بس لكن ما فيش شبه طبعا 100% ما بين صباع الغراب وما بين المسه يعني، استحمل الموضوع. اوكي. Then the age is one of the suggestive criteria especially لو كان في المنطقة الكويسة اللي هو من 20 ل 40. And you know that the lesions if they are enhanced post contrast معنى كده ان هي they are active lesions.
And this is an example of MS in the brainstem, multiple focal lesions, and in the cerebellum, and also in the supratentorial, in the supratentorial area. واحد من ال من الفاريانس بتاعت ال MS اسمه تيوميفاكتيف MS، وفي منه نوعين ما تشغلش بالك بالأسامي، لكن this تيوميفاكتيف MS ليه علامة واحدة بس بتعرفوا بيها، اللي هي incomplete ring enhancement، اللي هو الدايرة اللي حوالين الليجن بتنهانس ما عدا حتة. يبقى ديت واحدة من العلامات في منتهى القوة لتشخيص تيوميفاكتيف MS in the active stage، اللي هو بيسموه تيوم افكتيف طبعا لانه شبه التيومر، وممكن تتلخفن ما بينه وما بين الجليوما وخلافه، ولكن وجود الانكمبليت رينج انهانسمنت دوت مهم جدا في التشخيص بتاع التيوم افكتيف ام اس. ان يو ريمبر ان التوبركلوماز ممكن تيجي في البرين ستيم وكذلك في السيربيلا وكذلك فوق وتحت، وان التوبركلوماز whenever they are active بينهانس وبيعمل زي عروه الزرار او زي الخراج الصغير with thick wall، and if it is slightly larger بيبقى الكونتنتس بتاعته مش بيور فلويد ولكنه كيزيس ماتيريال، فبيكون of relatively high segment. Then one of the lesions which are very important in the posterior fossa in the brainstem is the brainstem glioma. The brainstem glioma affects the mainly أكبر حتة في البرينستيم اللي هي البونس، وتمثل من 12 ل 15% of the pediatric tumors، وأحسن تقريبا سيمتوم بيطلع من البرينستيم glioma طبعا multiple cranial nerve pulses especially رقم 6. Multiple cranial nerve pulses especially رقم 6. This brainstem glioma واحد من اثنين، يا اما تكون جلايوبلاستوما يا اما تكون ديفيوز استروسيتوما. الديفيوز استروسيتوما does not enhance، فاكر انت الحكايه دي. And if the lesion خد صبغه يبقى جلايوبلاستوما مالتي فورم، يبقى لو من غير صبغه ديفيوز استروسيتوما، ولو خد صبغه يبقى جلايوبلاستوما مالتي فورم. لما بتبص كده على الليجن بتلاقي ان منطقه البرين ستيم كلها بقت سودا، والبرين ستيم از وولن وعامل كومبريشن على الفورس فنتريكل، ان يو كومبير باي ذا نورمال ابييرنس. ايام زمان في العصر الحجري كنا بنتلخبط ما بين دوت وما بين الانفاركشن، بس كان دايما عندنا اعتقاد في العصر الحجري ان الانفاركشن ما يعرفش ياخد البرين ستيم كله، لازم يكون على جنب. زائد ان الانفاركشنز ان ذا برين ستيم ار يوجوالي ان اولد ايج، ما بتجيش في البيدياتريك، وان الليجن اللي بيعمل هوموجينس انفولفمنت اوف ذا برين ستيم لابد ان هو يكون تيومر، وان الانفاركشن ليه بريزنتيشن مختلف تماما عن التيومرز. دلوقتي بقى الموضوع سهل قوي، ان عندك ام ار وعندك ديفيوجن وعندك حاجات كتيره ان كان هيلب. برضو كان عندنا معتقد ان البرين ستيم جليوما does not cause hydrocephalus، لان بالرغم ان هي بتدوس على الفورس فنتريكل ال presentation of the patient is very early، لان انت بتأفكت حاجه في منتهى الحيويه جوه المخ، وبالتالي المريض بيجي بسرعه فتكتشفه قبل حدوث الهيدروكيفلس. لكن we have seen many cases with compression of the fourth ventricle and dilatation of the supratentorial ventricles due to hydrocephalus، لان this tumor بيأفكت الفورس فنتركل وأفكت الأكويدكت في نفس الوقت، هما الاثنين مع بعض. لكن عندنا قاعدة بقى في منتهى القوة ملهاش دعوة خالص خالص بالإنفاركت، أن this tumor عنده exophytic extension. Exophytic extension يعني بيكبر برجلين، يعني يمد دراع كده ويمد دراع كده. التيومر اللي انتوا شايفينه دلوقتي مد الدراع كده من الناحيه الشمال، لف حوالين البازل الارتري وجاب البازل الارتري لورا. And this does not occur في اي حاجه تانيه بتحصل في البرين ستيم. Exophytic extension is one of the criteria of brain stem glioma. سواء كبرت بدراع واحد او كبرت بدراعين، المحصله ان البازل الارتري بدل ما يلزق في الدورسال سيلدي بيرجع لورا. بيرجع لورا لان التيومر بيلف من قدامه ويجيبه هو لورا. And this is one of the characters of this tumor. Then in the T1 weighted image you can see the exophytic extension in the T2 and the post contrast
whenever there is enhancement and you know that this is glioblastoma multiform والانهانسمنت بيحصل في نص التيومرز 50% do not enhance يبقى diffuse astrocytoma و50% بينهانس يبقى aggressive glioblastoma multiform and this is the tumor and you can easily appreciate the exophytic extension and in the diffusion weighted images there is no restricted diffusion لان التيومرز معظمها بيعمل free diffusion and this is a brainstem glioma عاملة expansion of the brainstem دايس على الفورس فنتريكل ودايس على الاكويدكت الاكويدكت بتمر من ورا الميد برين وبالتالي لما يحصل جليوما في هذا المكان تدوس عليها وهما الاثنين يؤدوا الى سوبراتنتوريال هيدروكابل الميتاستاسيس كان اولسو اوكير ان ذا برين ستيم لو كان هنا وهنا وهنا يبقى ميتاستاسيس لو كانت لوحدها وعاوز تشخصها ميتاستاسيس يبقى لازم يكون في نون برايمري مالينجنسي لو كانت لوحدها ومش فيش نون برايمري مالينجنسي تبقى برين ستيم جليوما البرين ستيم جليوما از كومن ان ذا بيدياتريك ايج جروب ما فيش مانع انها تطلع في الناس الكبار لكن الميتاستاسيس ار مور كومن ان ذا كبار ولكن لابد من وجود برايمري مالينجنسي او مالتيبل ليجنز فور ذا دايجنوست نيجي بقى لحاجة اللي هي اسمها أزماتيك ديمايلينيشن سيندروم بيحصل في البرين ستيم وهذا الديزيز المفروض ان لما تدرسوا الوايت ماتر هيتقال بالتفصيل مع الوايت ماتر برضه خدتوا الوايت ماتر؟ خدتوها؟ ايه؟ مالها؟ أظهر كتير من المذكرة من الهاند أوت المذكرة وخش موضوع يعني في المحاضرة طب انا هقوله لك دلوقتي عشان ما تزعلش الوايت ماتر اللي موجوده في المذكره انا اللي عاملها يعني لو اتيحت لي الفرصه ان شاء الله هي طالما اتعملت يبقى خلاص هي جاهزه فور تيتشنج يعني ف whenever ان هي اتقالت هنسجلها على طول ونرفعها على السايت لكن ما جاتليش الفرصه ان انا اعملها معاكم المره دي لكن قريب قوي هتطلع يعني في اي واحد من المؤتمرات اللي جاية هتطلع إن شاء الله. إيه هو الـ Osmotic Demyelination Syndrome؟ الأشعة بتاعته عبارة عن Abnormal Signal في نص البنص بالظبط، البنص بالذات يعني بيبقى Low Signal في T1 High Signal في T2 والفلير ولو عملت له Diffusion ما يعملش Restriction ما يعملش Restriction يعني ما هواش Infarction. هذا الليجن بيبقى ليه حكاية معينة ان هو بعض الناس especially بعد حادثة او عملية بيحصل له hyponatremia يعني decrease in the sodium level in the blood الواحد دوت لو لاحظوا عليه الحكاية ديت بيعملوا له compensation للصوديوم loss عن طريق يدخلوا كمية ضخمة جدا من السلاين في الجسم لو حصل ان الحكايه ديت حصلت بسرعه rapid correction of hyponatremia following surgery او trauma يجي للمريض هذا الموضوع اللي هو اسمه osmotic demyelination syndrome والسبب الرئيسي بتاعه اللي هو rapid correction of hyponatremia due to shift in the serum level بتاع الاسمولاريتي ايه اللي بيحصل بيتلاقي بقعة in the midline of the bones والبقعة ديت متشبه قوي الانفاركشن الا انها ما بتعملش diffusion restriction then البقعة ديت مش هتبان بالسيتي في الغالب لكن الام ار is very sensitive فهيشوفها ممكن تتشبه كده على حاجة هنوت لكن مفيش بالذات انت لو حقنت صبغة في الليجن ده ما بيرضاش ياخد صبغة وبالتالي الاكتشاف بتاعه في السي تي صعب جدا لكن الاكتشاف بتاعه في الام ار اي از ايزي ان يو سي ليجن ان ذا ميد لاين اوف ذا بونز ممكن يتوه في التي 1 لكن في التي 2 في الفلير بيكون كويس قوي ولو عنده صبغه مش هيرضى يتحقن صبغه بعض الليجنز دولت بيكونوا اسوشيتد بليجنز ثانيه موجوده ان ذا تيمبرال لوب ليهم نفس الكرايتيريا لو سيجنال ان ذا تي 1 هاي سيجنال ان ذا تي 2 اند فلير
ويبقى اسمه بونتاين اند اكسترا بونتاين مايلينولايسيس. ولو كان الاثنين موجودين بيؤكد لك ان ديس هو ده التيومر الليجن اللي انت بتدور عليه. سنترال بونتاين مايلينولايسيس هو نفس الاسم ازماتيك دي مايلينيشن سيندروم. يعني ممكن يكون كده، ولو حصل ان في ليجنز تانيه ان ذا تمبرال لوب then you know that this is pontine and extra pontine myelinolysis. In the diffusion weighted images, the lesion does not cause diffusion restriction. على عكس ال infarctions بتعمل diffusion restriction. And this is pontine and extra pontine because of the presence of areas of abnormal signal in the temporal lobe, in the T2 and in the flare. You see the lesion in the central part of the bones and some lesions in the temporal lobe. هذا وبالله التوفيق. ديفيوز خليك معايا ثانية واحدة وانا اقول